الأحد الخامس من مايو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس وتتابعونا معنا اليوم. مبادرة الإسكان الشبابي هل تحل أزمة السكن في ليبيا؟ القبض على عصابة تمتهن تزوير سكوك مصرفية وأختام. وتابعوا معنا أيضا حملة موسعة على المطاعم والأغذية في البيضة. والبداية نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في أولى فقراتنا صدى الأخبار. في صدى الأخبار تنضم إلينا زميلة نسرين سليمان. مساء الخير. مساء النور وفاء، ورحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس وفقرة صحيفة صدى الاقتصادية. ننطلق نسرين بتصريح المستشار القانوني هشام الحراتي بشأن صدور الأحكام القضائية بوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على سعر الصرف. ماذا جاء في تصريحه؟ طبعا تحدث المستشار القانوني هشام الحراتي حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن صدور الأحكام القضائية المتتالية عن عدة محاكم استئناف في شقها المستعجل والقاضية بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف، بالتالي يرجع وجوبا سعر الصرف صرف الدولار مقابل الدينار الليبي بعد صدور الحكم إلى 4.80، أي أن سعر الدولار يكون أقل من 5 دينار. وأضاف أن الحكم بوقف التنفيذ له الحجية الكاملة ويعد ملزم لجهة الإدارة والتي هي مصرف ليبيا المركزي، وهو ما تؤكد عليه المحكمة العليا بقولها وقف تنفيذ القرار الإداري التزاما بحجيته التي تعلو على النظام في الدولة ويتطلب تدخلا إيجابيا من جانب الإدارة بإصدار قرار إداري تنفذ به مقتضى الحكم. طيب، نمر لمراسلة وجهها المدير العام لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين إلى وزارة الاقتصاد، ما فحوى هذه المراسلة؟ طبعا وجه المدير العام لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين مراسلة إلى وزارة الاقتصاد طالب من خلالها بتسوية مبلغ 33.3 ألف دولار لمصاريف تحملها المجلس لنقل وإقامة وزير الاقتصاد والوفد المرافق له خلال المشاركة في ملتقى الأعمال المغربي الليبي المنعقد في الأول من نوفمبر إلى الثالث من نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى قيمة تذاكر الأجنحة والتي هي 18.9 ألف دينار ليبي. بدوره راسل رئيس مجلس إدارة شركة البريغا لتسويق النفط رئيس المجلس الرئاسي، ماذا جاء في المراسلة؟ طبعا راسل رئيس مجلس إدارة شركة البريغا لتسويق النفط رئيس المجلس الرئاسي بالكميات المقدرة للمنتجات النفطية لاستهلاك السوق المحلي خلال السنوات الماضية وخلال السنة الحالية أيضا. كانت الكميات كالتالي: بالنسبة للغاز المسال كان الاستهلاك في عام 2017 فقط 300 ألف طن متري، أما في عام 2023 ارتفع الاستهلاك إلى 332 ألف طن متري، وفي هذا العام ارتفع الاستهلاك إلى 350 ألف طن متري وفقا للتقديرات. وبالنسبة لوقود البنزين فكان الاستهلاك وفقت 4,100,000 طن متري، ارتفع خلال السنة الماضية إلى 5,250,000 طن متري، ثم خلال هذه السنة الحالية من المتوقع أن يرتفع إلى 5,500,000 طن متري. واضح، شكرا لك. إذا كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية، نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر وأهم الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين: القبض على عصابة تمتهن تزوير سكوك مصرفية وأختام منذ عام 2020. في طرابلس ترحيب من عدد من المواطنين بقرار الحكومة التكفل بمصاريف الحج. ومبادرة الإسكان الشبابي هل تحل أزمة السكن في ليبيا؟ كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلن جهاز المباحث الجنائية القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص يمتهن التزوير والنصب والاحتيال منذ عام 2020. وقال الجهاز إن صكا مزورا باسم مصرف اليقين قاد عناصر الجهاز إلى القبض على تلك العصابة بالتعاون مع مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال. وكشفت التحقيقات والتحريات عن ضلوع العصابة في
التزوير وتزييف أختام ومستندات رسمية ومالية، من بينها شهادات ضرائب وإفادات تخرج دراسية وصكوك مصدقة من عدة مصارف تجارية. وصادر جهاز المباحث مضبوطات العصابة التي شملت حوالي 244 ألف دينار وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في التزوير وأختام ومستندات مزورة، وأحال جميعها والمقبوض عليهم إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط خضروات ولحوم فاسدة داخل مطعم في مدينة البيضاء. وأوضح المركز في منشور عبر صفحته أن مفتشي الرقابة على الأغذية وفرع البيضاء قاموا بحملة على المحل أو محل بيع الأغذية بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع الجبل الأخضر، وضبطت الدورية جملة من المخالفات داخل مطعم يقوم ببيع لحوم فاسدة وخضروات غير صالحة للاستهلاك البشري، وكذلك ضبط بعض المخدرات وعمالة أجنبية من دون إجراءات صحية. واتخذت في هذا السياق إجراءات رقابية وقانونية بإغلاق هذا المطعم. في موضوع آخر، أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على انطلاق الحكومة عبر وزارة العمل والتأهيل في إعداد قاعدة بيانات لمستخدمي وعمال الشركات الليبية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة من البلاد، وذلك لإعادة تنظيمها وتأهيلها وحل مشاكل العاملين فيها، مشيرا إلى إمكانية إدماج موظفيها في باقي القطاعات العامة للدولة. وجب القول بأن ما مرت به دولتنا سابقا من تحديات صعبة واجهت الجميع، وبالأخص مستخدمي بعض الوحدات الصناعية والخدمية التابعة للدولة، والتي توقف أغلبها عن العمل بشكل جزئي أو كامل، ونجم عن ذلك خلل في السياسات المالية الخاصة بها، وانعكس سلبا على مستخدميها، ووصل ببعضها للعجز والتوقف التام على صرف المرتبات والأجور، والتي هي من أبسط حقوق هؤلاء المستخدمين والعمال وعائلتهم بصفة عامة. وقد سبق لنا وأن عالجنا بعض هذه الإشكاليات، إلا أننا الآن بدأنا وعبر وزارة العمل والتأهيل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية لمستخدمي المصالح والشركات المتوقفة والمتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، حيث صدرت عن وزارة العمل القرارات رقم 64 و65 لتشكيل اللجان المختصة لإعداد الدراسات والمقترحات، والتي انتهت من أعمالها وعدت تقاريرها، وسيتم عرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء للبث فيها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ومن ذلك دراسة المقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الصناعة لإعادة تنظيم وتأهيل هذه الوحدات الصناعية، أو محاولة إدماج عمالها وموظفيها في باقي القطاعات العامة للدولة. عبر عدد من المواطنين على ترحيبهم بقرار الحكومة التكفل بمصاريف الحج لهذه السنة، معتبرين أن المواطن لم يعد قادرا على دفع المصاريف بمفرده في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد. كذلك شدد عدد منهم على أن تشمل هذه المبادرة الأشخاص الأحق بها. الظروف الآن البشر دهشة الصراحة، قلة المرتبات، قلة السيولة، من هالبنواحي تشوفها تساعد المواطنين والناس المحتاجه، بالذات في ناس محتاجه، راهي ما تقدرش تحج على نفقات الخاصه، وفي ناس تقدر تستطيع، فهذا بادره كويسه للناس تقدر تمشي امورها في وضع الحج، في اللي ما عندها استطاعه او حتى للاكل والشرب. والله هنا هيك من ناحيه هنا نشوف انا نقطه ايجابيه، يعني مش سلبيه. على السلبيه كيف في اللي ما يقدرش، وفي النهايه هي بالقرعه، مش فهمت، وكل واحد ونصيبه يقولوا فيها، كيف واحد حج تتناديه، فهمتني؟ ما يعني قصدي عادي، يعني الدوله مساهمه، يعني تقدر تقول ممكن ب 100% ولا 95%، فهمتني؟ والحمد لله رب العالمين، واللي عنده نصيب في يبي يمشي، ف
فما تجي نصيبة إن شاء الله. بالنسبة للسنة هذه بادرة كويسة، دراها أن هي تكاليف الحج على حساب الدولة، أن في أسر ما عندهاش الاستطاعة، لكن في نفس الوقت يا ريت الناس اللي يكونوا عندهم استطاعة يخلوا المجال لغيرهم. نشبح فيها مزبوطة يعني أي حاجة تومتنا على حساب المجتمع كذا كذا موضوع وما يستاهلش، بس هذا نحس فيه موضوع يستاهل يعني عادي مش إشكالية يعني. شوف أنت اللي صاير في البلاد يعني عليه أمور تافهة، مع احترامي ليكم أستاذ يعني، فأني مع هالشيء هو عادي يعني. إن في ناس تبي تحج وما فيش إمكانية يعني، إيه فيعني نشوفها بإذن الله حاجة كويسة يعني. معاه في حالة إنه يكون المواطن مستحق، لكن اللي عنده ولا اللي بالوسطة هذا احترم بما يقبلش به، فما ظنيتش حد يسامح إنه ياخذوا مكانه ولا، لأن في ناس مستحقة وما تمشيش، وفي اللي عندها منه وعندها كيف تكولس هي اللي تمشي، وهذه مشكلة. وهو حج فعود ما ينظف روحه يزيد لي روحه إثم. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن 3937 مواطنا من ضمن 70 بلدية قد استوفوا شروط المبادرة في انتظار الذين تم اختيارهم لاستكمال الإجراءات. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وانعكاساته المحتملة على قطاع الإسكان في ليبيا تتابعونها في هذا التقرير. تكبر أزمة السكن في ليبيا وتكبر معها معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار العقارات في ظل تزايد الطلب عليها، أزمة متشعبة حاولت حكومة الوحدة الوطنية التخفيف من حدتها عبر مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة. وفي هذا السياق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا أن 3937 مواطنا من ضمن 70 بلدية قد استوفوا شروط مبادرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مؤكدة أنها في انتظار الذين تم اختيارهم لاستكمال الإجراءات. يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي منذ بداية العام الماضي، وذلك ضمن احتفالية أقيمت بطرابلس تم خلالها التصريح بالفائزين بالدفعة الأولى من المبادرة التي خصص لها 7000 قطعة أرض و 18000 قرض سكني لإجمالي عدد مستفيدين حدد ب 25000 شخص. مبادرة الإسكان الشبابي اعتبرها محللون خطوة لحل أكبر المشاكل التي تشغل حياة الشباب والأسر بعد توقف تنفيذ برنامج الإقراض السكني لما يزيد عن عقد ونصف من الزمن، إذ لم تفتتح الدولة مخططات جديدة للبناء منذ عام 2000 ما خلق مناطق عشوائية عدة، كما أنه تبع لآخر إحصاء رسمي لحصر أزمة السكن عام 2010 فقد تم تسجيل عجز قدر ب 500000 وحدة سكنية، ما جعل أسعار الشقق تقفز إلى مستويات قياسية. وفي هذا الإطار أفاد رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي بدر الدين التومي ضمن تصريحات سابقة أن أزمة السكن هي أزمة كبرى، مؤكدا غياب أي مشاريع إسكانية من قبل الدولة، ومشددا على أنه لا يمكن حل هذه الإشكالية بمبادرة واحدة في أشهر. في سياق متصل قال المتخصص في شؤون العقارات المهندس حاتم بشير الفيتوري ضمن تصريحات إعلامية إن أزمة السكن سواء كانت في العاصمة طرابلس أو بالمدن الأخرى عميقة ومتجذرة منذ أكثر من 10 سنوات، معتبرا أن طرابلس تعاني كما المدن الأخرى من أزمة السكن المتفاقمة جدا، وذلك جراء ارتفاع أسعار العقارات وتوقف المشاريع الإسكانية منذ أكثر من 10 سنوات. هذا وأشار الفيتوري أن حلول الحكومة الحالية ليست جذرية، داعيا إلى ضرورة فتح مشاريع سكنية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والتعاقد على مشاريع إسكانية جديدة توفر سكنا للبيع بالتقسيط أو حتى بالإيجار عبر عقود طويلة الأمد. كما شدد المتخصص في شؤون العقارات على وجوب دعم المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص وحلحلة المعوقات في القروض للمستثمرين لبناء وحدات سكنية تحت رقابة الدولة من ناحية التعاقد وأسعار العقارات. أزمة السكن في ليبيا معضلة متشعبة ناتجة عن سنوات من الإهمال وسوء الإدارة، فهل تكون مبادرة الإسكان الشبابي لبنة الإصلاح الأولى لقطاع أنهكه التهميش؟
أما في الشأن الدولي، نشر موقع أويل بريس تقريراً قال فيه إن ناميبيا تريد الانضمام إلى أوبك، وهي تستعد لجني فوائد مواردها من النفط الخام، حيث من المتوقع أن تصل طاقة ناميبيا الإنتاجية اليومية إلى 700 ألف برميل يومياً في سنة 2030، وهي السنة الأولى من الإنتاج وفقاً للخطط الحالية. ويبدو أن أوبك سوف تكون سعيدة للغاية بالترحيب بانضمامها إلى صفوفها. وذكر الموقع أن مفوضية النفط الناميبية قالت إن أوبك خلقت قيمة كبيرة في ضمان التحكم في ديناميكية السوق وإدارتها بطريقة مستدامة، ما يشير إلى أن الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا ستكون سعيدة بالانضمام إلى مجموعة النفط. وذكرت التقارير أن الجانبين بدأ بالفعل مناقشة عضوية ناميبيا. وتعد شركة شيل وتوتال إنرجي المستثمران الرئيسيان في مستقبل النفط في ناميبيا، إلى جانب شركة قطر للطاقة وشركة الحفر الأسترالية المدرجة في المملكة المتحدة باسم جلوبال للخدمات البترولية. وأفاد الموقع أن هناك اكتشافان على وجه الخصوص، جراف لشركة شيل وفاينوس لشركة توتال إنرجي، ويمكن أن يحول البلاد ليس فقط إلى منتج جديد للنفط بل إلى منتج رئيسي، حيث تشير التقديرات إلى أنها تحتوي على مليارات البراميل من النفط والغاز. ووفقا للموقع يمكن أن يحتوي اكتشاف جراف على ما يصل إلى 1.7 مليار برميل من النفط والغاز عبر 3 أبر، وذلك وفقا لتقديرات باركس. ويعتبر اكتشاف باينوس أكبر من ذلك، حيث من المتوقع أن تصل الاحتياطات إلى ما يصل إلى 3 مليارات برميل من مكافأة النفط. وبعد اكتشاف فاينوس وحده ثاني أكبر اكتشاف للنفط في المياه العميقة في العالم منذ سنة 2015. وإذا تم إثباته مع الاكتشافات النفطية الأخرى، فمن الممكن أن يضع ناميبيا ضمن أفضل 15 دولة منتجة للنفط بحلول عام 2035. وفي هذا السياق أضاف الموقع أنه من المؤكد أن هذه الإمكانية تجعل ناميبيا هدفا جديدا جذابا لعضوية منظمة أوبك، حيث تمثل المجموعة بالفعل جزءا كبيرا من إنتاج النفط العالمي. وارتفعت هذه الحصة بشكل كبير عندما انضمت روسيا ومنتجو آسيا الوسطى إلى أوبك بلس، ثم انسحبت أنغولا، مما كلف أوبك نحو 1.1 مليون برميل يوميا من الإنتاج. ويمكن لناميبيا أن تسد هذه الفجوة بشكل أساسي، ولكن ليس بالكامل. علاوة على ذلك، قد تعود أنغولا كما حدث مع أعضاء أوبك الآخرين في الماضي. واختتم الموقع تقريره مشيرا إلى أن هناك شريكين محتملين راغبين في الانضمام لأوبك، وأن الارتباط بينهما مسألة وقت فقط. ومن شأن مثل هذا الارتباط أن يضيف تقريبا 700 ألف برميل يوميا إلى إجمالي إنتاج أوبك، وهو ما يمكن أن ينمو أكثر أيضا إذا أسفرت عمليات التنقيب الإضافية عن نتائج، مشيرا إلى أن انضمام ناميبيا إلى المجموعة من شأنه أن يعزز يد أوبك في التحركات المستقبلية للسيطرة على الأسعار، وهو الهدف من إضافة أعضاء جدد في المقام الأول. فصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. إذن اقتصاد بلاس متواصل، والآن نأخذكم إلى آخر فقراتنا. أسواق بلاس وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع الحلويات بطرابلس. عندك وردات نيوتيلا اللي هي ورقة البكلاوة معسلة، اللي زي توه هي في 3 أشكال إلها، في زي توه هي مثلتة، هي سعرها 6 جنيه. في عندك الوردات الصغيرة اللي زي توه هي كثير حلوة، هي
الحجم الصغير توه هي. في عندك الحجيبات، الحجيبات في عندك أربع أصناف لهم. في عندك الصنف الأول اللي هو اللوز بأربع جنيه، في عندك الفستق، فستق الحلبي، عرفت كيف؟ بثمان جنيه الطرف إن شاء الله. في عندك النيوتيلا إن شاء الله بخمس جنيه. في عندك اللي هو القشطة اللي زي توه، هي حاجة والله لكثير جنينة. إن شاء الله في عندك الأساور، أساور الست اللي زي توه هي. في عندك ثلاث أصناف منهم، في عندك الفستق المرحي واللوز والنيوتيلا. في عندك الطرابلسية عسل حقاني إن شاء الله، وسمن حيواني درجة أولى بإذن الله، وسعر الكيلو ب80. في عندك البلورية هي الكنافة، كنافة فستق، فستق حلبي. في عندك كنافة بيضة وكنافة حمراء، سعر الكيلو 160. في عندك اللوز ب80 إن شاء الله. في عندك الأصابع اللوز هي كيلوها 80 إن شاء الله. في عندك المبرومة، المبرومة لوز ب85. في عندك مبرومة الفستق الحلبي اللي زي توه هي ب165. في عندك صدفة، الصدفة بكلاوة هي يا بي. في عندك النيوتيلا اللي زي توه هي كيلوها 80. وفي عندك الكولشكورات، في عندك كولشكور لوز في ستيك نيوتيلا كاجو، اللوز ب 80 والكاجو 85 والفستق 120. في عندك بكلاوة طبقتين اللي زي توه هي، البكلاوة الطبقتين اللي زي توه هي كيلوها 110 إن شاء الله، عسل حقاني إن شاء الله بإذن الله وسمن. في عندك أصناف البسبوسات اللي زي توه هي، في عندك لوز 35، وفي عندك الفستك ب50، في عندك المشكل اللي زي توه هي ب45، في عندك القشطة، قشطة اللي زي توه هذه كيلوها 40 بإذن الله. وبهذه الجولة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.